اختلفت الأقاويل على ابتكار لعبة الاستيميشن، ولكن هناك أسطورة من ضمن الروايات بتقول إن كان في سجين محكوم عليه بالسجن مدى الحياة اخترع لعبة كوتشينة اسمها استيميشن فين؟ في السجن، وعلمها لأصدقائه. السجين مات ولسه بنلعب لعبته بعد سنين طوال، ولذلك بمنتهى الأريحية نقدر نقول إن المبتكر قد يسجن وقد يموت، ولكن الفكرة لا تسجن ولا تموت. أنا أحمد سلامة، التاريخ يعيد نفسه. أهلا بيكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بونزي وذكائه، وإزاي في 8 شهور بس تحول من واحد مأجر عفش مكتبه وماشي في نور الله، نصاب صغير كده، تزوير تهريب مهاجرين، حاجات كده يعني، نصاب ناشئ من الآخر. لما كان بيتهور كان بيتسجن بس في حاجات بسيطة، إلا إنه في 8 شهور بس تحول لتايكون مالي. وطبعا مش عايزين ننسى جي آر دانييلز، واللي كتب أول كلمات النهاية في قصة حياة بونزي. والناس جرت على بونزي عشان تسحب فلوسها من عنده، ووقفت على بابه بالطوابير. طب بونزي عمل ايه؟ قال انا هرجع فلوس الناس، بس هطلع يوميا 200,000 دولار بس، وده طبعا رقم كبير جدا وقتها. واللي ما خدش فلوسه النهاردة هياخد فلوسه بكرة، كله بالدور. وقال كده بمنتهى الأريحية، وشد رجله المكتب الولاية وقال لهم عندي فكرة لطيفة. قالوا له ايه؟ قال لهم انا مش هستقبل اي ادعاءات دلوقتي، وحدفع فلوس للمودعين يوميا من 200 ل 250,000 دولار لغاية ما خلص لهم فلوسهم، وهو برضو تكونوا رجعتوا الحسابات بتاعتي وتأكدتوا ان الدنيا تمام، في المقابل ما تقفلوش الشركة دلوقتي. قالوا له كلام سليم وما زعلش حد. وداروا على كده. مين بقى دور وراه؟ ابن صاحب جريدة بوسطن، وبعت محققين صحفيين يدوروا ورا الحوار، وقال أكيد في حاجة غلط. وبداية من آخر شهر 7 بدأت الجرايد تهاجم بونزي بكل ضراوة. ومش بس كده، كلموا كلارنس بارون ناشر تقيل في وول ستريت، واللي كتب مقال سأل فيه كام سؤال منطقي جدا، بيقول فيهم إيه بقى؟ إذا كان بونزي بيقدر يحقق مكاسب بقيمة 30% من فلوس المودعين، بيحط فلوسه في البنك ليه وياخد 2-3%؟ وقال حاجة كمان، بناء على الفلوس اللي لمها بونزي من المستثمرين عشان الاستثمار في الطوابع اللي قلنا عنها أكتر من مرة، محتاج يكون في 160 مليون طابع، في حين أن العالم كله في كام؟ 27,000 طابع بس. واكتشفوا كمان ان مفيش طلب كبير على الطوابع اللي بالك فيها دي في البوسطة، لا في امريكا ولا بره امريكا، وده طبعا سبب ذعر عند المودعين. والنتيجة المودعون راحوا سحبوا فلوسهم تاني. هتقولي ما هم عملوها قبل كده كتير عادي يعني؟ هقولك اه، بس المرة دي كانت غير، تجمهرات وأعمال شغب وناس أغمى عليها وناس وقعت، وكانت ليلة. فأقل من 3 أيام بس اتسحب من بونزي حوالي 2 مليون دولار. طب بونزي عمل ايه؟ ولا أي حاجة، رجع للناس اللي راحت فلوسهم عادي جدا، اللي هو يعني انتوا اللي خسرانين. ومش بس كده، بونزي قدم للناس المتجمهرة في الشارع قهوة ودونتس. انت فاهم، قدم دونتس للي رايحين يقولوا على انت حرامي، وهو قال لهم عادي هرجع لكم فلوسكو، انا ما عنديش مشكلة. وخلينا اقولك ان في ناس دورت وشها وروحت وقالت الراجل داير مظبوط، احنا قلقانين من ايه؟ خلينا نسيب فلوسنا عنده. طب هو مديون بكام دلوقتي؟ ب15 مليون دولار. طب هو معاه كام دلوقتي؟ هقولك لو قلبته زي الشراب ورجعته تاني مش هتتحصل منه على أكتر من 7 مليون دولار. المهم، في 10 أغسطس 1920 تم الحجز على شركات بونزي. طب هو عمل ايه؟ ولا أي حاجة برضه، بمنتهى الهدوء طلع الخطبة عصماء اقتصادية. وفي 12 أغسطس راح للناس بتوع الولاية اللي كان اتفق معهم على حوار سيبونا سد للناس وانتوا ما تحجزوش على الشركة، فاكرهم؟ اهو بونزي راح لهم وقال لهم يعني افهم من اللي عملتوه انكم قررتوا ان عليا ديون ومش هعرف اسدها؟ قالوا له ايوه. قال لهم طيب انا بسلم نفسي دلوقتي، واعتبروا ان البيزنس بتاعي اتقفل. وقد كان. واجه بونزي 86 قضية، وقفلوا البنك اللي كان بونزي مديره،
وخليني أقول لك إن في 8 شهور جمع 10 مليون دولار من 17 ألف مستثمر، وما اشتراش طابع بوسطة واحد يوحد ربه. من الآخر عبى الهوى في أزايز وحط له تاريخ صلاحية وباعه. باع هوى بعشرة مليون دولار في 1920، اللي قد تساوي النهاردة بعد 100 سنة حوالي 400 مليون دولار. المهم نعود أدراجا، بكده تنتهي قصة صعود بونزي وتبدأ النهاية الحتمية الطبيعية المنطقية. فأول محاكمة ليه اتحكم عليه بخمس سنين سجن، واتسجن منهم 3.5 سنين عشان يروح محاكمة تانية واللي اتحكم عليه فيها بمدة، ناس بتقول 7 وناس بتقول 9. المهم انه في فترة المحاكمة دي كان بونزي برا السجن بكفالة، راح واخد بعضه وطلع على فلوريدا. جدير بالذكر انه بونزي في السجن كان في ناس من المستثمرين بتوعه بيبعتوا له فلوس وبيطمنوا عليه، ناس طيبين وخال. المهم طلع بونزي على فلوريدا وعمل نصبية صغيرة كده هناك، وحاول بعدها يهرب من طريق تكساس، بس مسكوه ورجعوه تاني ماساتشوستس واتسجن والدنيا بقت تمام. وطلع من السجن سنة 1934 وترحل بعدها لإيطاليا، وبعدها طلع على البرازيل واشتغل شغلانة لطيفة، وبعدين قامت الحرب فقعد في البيت ومات في مستشفى خيري في البرازيل سنة 1949 عن عمر يناهز 67 سنة. ولقى على الكومود جنب السرير بتاعه مسودة كتاب اسمه The Rise and Fall of Mr. Ponzi. وبكده انتهت قصة حياة تشارلز بونزي. وانا بقول لك دلوقتي قصة حياة بونزي، ما قلت لكش قصة بونزي، خدت بالك من الحتة دي؟ ليه بقى؟ لان قصة بونزي لم ولن تنتهي. هتقولي ايوة ليه يا سلامة برضو؟ بص صديقي، بونزي في الاسكين بتاعه اعتمد على موديول اسمه روبين بيتر تو باي بال، اللي هو عبارة عن ان انا باخد فلوس المستثمرين الجداد واديهم للمستثمرين القدام. بمعنى بونزي بيوعد المستثمر انه لو اداله 100 دولار هيرجعها له 200 دولار بعد 90 يوم، وفي التسعين يوم دول بيوعد 2 جداد عشان يدوله كل واحد فيهم 100 دولار ويرجعهم لهم 400، ويقوم مدي اول واحد 100 دولار بتاعته والمية الارباح. الراجل يطلع يهلل لكل الناس اللي يعرفهم ويقول لهم انه فعلا كسب عشان ياخد 10% بتوعه من كل بيع، وهو فعلا كسب على فكرة. فأصحابه يجروا عشان يدوا بونزي فلوسهم عشان يضعفها لهم، فيلم منهم الفلوس ويرجع لتاني واحد وتالت واحد فلوسهم، يقوموا جارين على كل اللي حواليهم ويقولوا لهم اللي حصل، قوم الرجالة تلم فلوسهم ويدوهم لبونزي، قوم بونزي سد للي قبلهم اللي معاد استحقاقهم جه، وهكذا. وعلى فكرة اللي الناس بتعمله ده حاجة في التسويق اسمها word of mouth، والناس اللي كسبت بتحكي حقيقة حصلت فعلا. بونزي ضاعف فلوسهم في 90 يوم، فكان طبيعي ان في ناس يجي معاد استحقاقهم يقولوا خلي الفلوس معاك، الفلوس بتزيد معاك بركة. فبالتبعية بيبقى معاه فايت فلوس يديها لأي حد يقوله انت كذاب وهات فلوسي، يقوم يديله فلوسه في ساعتها، فالناس تلاقي ان اللي بيقول انا عايز فلوسي بياخدها، فبالتبعية ثقة الناس بتزيد فيه اكتر، فبيجي له مستثمرين اكتر، وهكذا. كل واحد يجيب اهله وصحابه ومعارفه وجيرانه وممكن ياخد عليهم نسبة كمان، وفلوس الجديد بتروح للقديم. مشكلة الحوار ده ان اخر صف مستثمرين هيحضنوا شجرة، هياكلوا هوا من الاخر، ما هو مفيش حد بعدهم عشان يدخلوا فلوس الهرم ده عشان هم يلاقوا فلوس ياخدوها. فهمت بقى النصبايا فين؟ وده النظام اللي مفيهوش منتج، في زيه بالضبط بس بمنتج. وخلينا أقولك إنها نفس الفكرة بس متنكرة في زي مبيعات شرعية. بمعنى بدل ما أقولك أنا بستثمر لك فلوسك في كذا وكذا، أنا ممكن أقولك عندي ليك فرصة عمل، اشتري مني المنتج ده اللي هو منتج غريب مش بيتباع في أي حتة غير عندي، والمنتج على فكرة لازم يكون بيعتمد على فكرة معينة زي إن المنتج ده هيديك طاقة مثلا، يعني المهم إنها تبقى حاجة غير ملموسة، بس سعر المنتج أغلى من قيمته بكتير. هتقولي طب وهو ده اسمه كلام، هي فين بقى فرصة العمل يا سلامة؟ هو مش اللي بيشتغل بيقبض؟
انت بتقول لي ادفع، هقولك ما انت بعد ما تشتري المنتج لنفسك خلي اللي حواليك يشتروا زيك، وهتاخد نسبة عليهم وعلى اللي هيبيعوه، ولما اللي اشتروا منك يبيعوا لناس تانية عشان تبيع، انت هتاخد نسبة على مبيعاتهم ومبيعات اللي اشتروا منهم ومبيعات اللي اشتروا من اللي اشتروا منهم وهكذا. وكل ما الشجرة بتاعتك كبرت كل ما عمولاتك كترت. فهمنا كده بونزي كان داير ازاي؟ جدير بالذكر بقى محترم ان مش بونزي هو اللي اكتشف النظام ده اطلاقا. النظام ده كتبه تشارلز ديكنز في روايتين، اولهم كانت سنة 1844 والتانية كانت 1857، ونزل على ارض الواقع سنة 1869 في المانيا على ايد ادل شبيتزيدر، وفي امريكا بعدها بحوالي 10 سنين على ايد سارة هاو. وبرضو بونزي ما كانش آخر واحد على فكرة، جي بعده الدبدوب الكبير بتاعهم بقى وهو بيرني مادوف. بيرني مادوف اتولد في 29 إبريل 1938 ودرس علوم سياسية في جامعة هوفستر، بس اشتغل في البورصة. توفي امتى؟ 14 إبريل 2021. كان رجل أعمال أمريكي، بدأت عملية النصب بتاعته في الثمانينيات. طب ليه بتقول الدبدوب الكبير يا سلامة؟ هقولك لأن لو أخدت بالك بونزي اتكشف بعد 8 شهور بس، واللي قبله واحدة سرقت الفلوس واتجابت، والتاني ما قعدش أكتر من 3 سنين. إنما بيرني مادوف قعد داير فترة طويلة، تفتكر قد إيه؟ أكتر من 35 سنة. ولو متخيل إنه كده مبهر يبقى محتاج تسألني مين عملاؤه عشان تنبهر أكتر، بس مش هقولك دلوقتي، هقولك كمان شوية. طب ممكن تسألني سؤال كمان؟ معلش سألني وقولي سرق كام. هقولك حوالي 60 مليار دولار. انت فاهم هو عمل ايه؟ عشان كده بيرني مادوف يعتبر اكبر نصاب في التاريخ. على فكرة قصته لا تختلف كتير عن بونزي، وخلينا اشاور لك على محطات معينة كده في حياته عشان تفهمني اكتر. مبدئيا زي ما قلت لك انه اشتغل في البورصة. في بدايته مراته وحماه جابوا له كام عميل كده عشان يستثمر لهم فلوسهم في البورصة. قوم البورصة تقع، قوم مادوف يستلف عشان يرجع فلوس الناس اللي المدام جايبهم له، الفلوس بالفوايد. فالناس دي شافت ان البورصة وقعت وكل الناس خسرت، بس مادوف كسبهم. قوم يعملوا ايه؟ يجروا على اللي حواليهم ويقولوا لهم على اللي حصل. قوم الرجالة يلموا فلوسهم ويجروا على مادوف ومعهم أصحابهم وحبايبهم وجيرانهم ويقولوا له خد فلوسنا وكسبنا. قوم مادوف ينصب الصوان ويدور ويطلع بيهم على رحلة النصب الأكبر في التاريخ. بس مادوف كان عارف ان هيجي يوم والناس اللي في امريكا هيخلصوا، وزي ما احنا لسه قايلين ان اخر صف هيحاسب على المشاريب كلها، مش هيلم فلوسه من الاخر فهيفضحوه. مادوف عمل ايه؟ سنة 1992 اول ما حس ان امريكا خلاص مش هيقدر يطلع منها بفلوس في الفترة دي، راح طالع على اوروبا وركز على المؤسسات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال. هتقول لي زي مين يا سلامة؟ هقولك مؤسسات كبيرة زي بنوك وصناديق استثمار. فين؟ في سويسرا وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم. وخلينا أقولك إن مدير صندوق استثماري فرنسي انتحر بسبب مادوف، وده بالنسبة للمؤسسات. عندك الأفراد بقى زي أمير يوغوسلافيا وقتها وليليان بنت كورت، أغنى امرأة في عصرها، وناس كتير على هذه الشكل. وبكده جد الدم في المؤسسة بتاعته وكسب ثقة ناس جديدة وأكد ثقة الناس القديمة اللي معاه. راجل بيستثمر معاه بنوك وأمراء وناس تقيلة كتير. بقولك بنوك بتستثمر معاه، يعني محل ثقة من الدرجة الأولى. وطبعا فلوس واحد من دول بتسد فلوس مئات من الناس العادية، فالمئات دي تجيب آلاف يستثمروا معاه، ياخد فلوس الآلاف دول ويسد واحد من الدباديب التقال، بنك مثلا يعني. فطبيعي البنوك التانية تشم خبر، فتلاقي البنك الواحد يجيب اتنين وتلاتة جداد يقوم مسدد للقدام، فتزيد ثقة المستثمرين الجداد والقدام وهكذا. وفضل الترس داير معاه، أو بمعنى أصح اللعبة فضلت مكملة لغاية 2008، أزمة الرهن العقاري، الأزمة المالية العالمية. اتكشف والناس عرفت أنه نصاب واتقبض عليه واتسجن. والله استحى أقولك أن أولاده هم اللي بلغوا عنه، بس هو طلع رجولة وقال للشرطة أن أسرته ما تعرفش حاجة عن نشاطاته.
وفي النهاية توفاه الله في السجن في 2021. شفت بقى التاريخ عاد نفسه ازاي؟ الجميل ان التاريخ بيعيد نفسه في القصة وفي المضمون، وهقولك ازاي. كلهم باعوا لزبائنهم حلم الثراء السريع المريح الآمن، وزبائنهم اللي عايزين يشتروا الأربعة دول بتجمعهم صفة واحدة بس، ألا وهي الطمع. وخلونا متفقين ان في قاعدة تجارية بتقول طالما وجد المشتري وجدت السلعة، بمعنى اذا وجد الطماع يبقى لازم هتلاقي النصاب. وهنا بتظهر التساؤلات الفلسفية، زي مثلا هل الطمع وقود الطموح ولا لا؟ السؤال الأهم، هل الطمع صفة أساسية في البشر ولا مكتسبة؟ يعني هل البشر بيتولدوا طماعين ولا بيطمعوا أثناء الرحلة؟ تشرفت متابعتكم، أشوفكم بخير.